ينضم معنا من أربيل الدكتور أحمد الخطيب مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. دكتور أحمد، بداية مرحبا بكم، يعني هلا حدثنا عن حملتكم الأخيرة في ديالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية طيبة مباركة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم أخي الكريم. في البداية لابد أن نحمد الله الذي وفقنا واستعملنا لخدمة أهلنا النازحين وجعلنا سببا لتخفيف عن معاناتهم المستمرة. جاءت هذه الحملة ضمن المشروع الإغاثي الكبير لهيئة علماء المسلمين منذ 4 سنوات. كانت هذه الحملة التي شملت 650 عائلة نازحة في مخيم الوند 1 في قضاء خانقيل، تم توزيع المنح المالية لهم. وهذه الحملة كانت استكمالا للحملة السابقة التي شملت 450 عائلة نازحة من نفس المخيم. نعم. ماذا تضمنت؟ نعم، ماذا تضمنت؟ هل أدت هذه الحملة إلى أهدافها؟ نعم، احنا يعني قبل كل حملة يقوم القسم الإغاثي بزيارة المخيم والتفاهم مع إدارة المخيم في الحاجيات والمتطلبات التي احتاجها العائلة النازحة، فنقوم بتلبيتها. حقيقة في الأسبوع الماضي كانت لهيئة علماء المسلمين حملة كبرى بالتعاون مع منظمة أم القرى لتقديم 1000 منحة مالية للعائلات النازحة في مخيم حسن شام 2. قدمت إدارة المخيمات، المخيم الوند 1 ومخيم حسن شام، بالشكر والتقدير للهيئة ولمنظمة أم القرى على هذه المبادرات الطيبة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية في وقت حقيقة عزفت كثير من المنظمات والهيئات الإغاثية عن تقديم المساعدات للنازحين. أحب هنا أن أذكر ولو بشكل مختصر عن نشاط القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين خلال هذه السنة، حيث قمنا بحملات كثيرة. ففي محافظة الأنبار كانت عدد الحملات التي نفذها القسم الإغاثي تقريبا 25 حملة إغاثية توزعت بين تقديم منح مالية وسلات غذائية وحفر آبار وتقديم دفعات من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخيمات عامرية الفلوجة والخالدية ومخيمات الحبانية. وكانت عدد العائلات المستفيدة حوالي 11830 عائلة. وفي مدينة الموصل قام القسم بتنفيذ 12 حملة إغاثية توزعت أيضا بتوزيع منح مالية وسلات غذائية وحفر آبار. وكانت العائلات المستفيدة حوالي 5200. وكذلك هناك حملات في مدينة كركوك ومحافظة ديالى، وأيضا كانت لنا حملة في محافظة البصرة والسليمانية وأربيل. فالهيئة حقيقة مستمرة في تقديم المساعدات الإغاثية لأنها تشعر بمعاناة أهلنا النازحين وتكون قريبة منهم وتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. نعم، باستمرارية حملة العراق الجامع يعني بالتأكيد لها أهمية كبيرة للنازحين، لا سيما في يعني في فصل الشتاء. من خلال تجربتكم دكتور، يعني كيف يمكن النهوض بواقع النازحين في المخيمات؟ كما تعلمون ولا يخفى على كل متابع، هناك عجز حكومي وهناك عجز من قبل الهيئات والمنظمات الإغاثية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمخيمات وللعائلات العائدة إلى مدنهم. يعني احنا نشعر في هذا الأمر من خلال الزيارات المتكررة التي يقوم بها القسم، قسم الإغاثي في الهيئة، وبالاطلاع على احتياجات العائلات النازحة. وخلال فصل الشتاء هناك عندنا حملات إن شاء الله نقوم بها في تلبية احتياجات العائلات النازحة من الفرش والبطانيات، وهناك عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية. كثير من المناشدات تأتينا من قبل المخيمات وإدارة المخيمات والعائلات النازحة، والحمد لله احنا بصدق نتعامل مع هذه المناشدات وقدر المستطاع نلبي هذه الاحتياجات
ومن الله العون. هل هناك مشاريع مستقبلية يمكن أن تساهم بافتتاح مشاريع صغيرة للشباب في المخيمات؟ نحن قمنا بعدة مشاريع صغيرة من ضمنها افتتاح ورش للخياطة في مخيمات عامرية الفلوجة. يعني استطاعت كثير من الأخوات النازحات اللي يعني عندهم مهارة في الخياطة، لبينا عملنا ورشة، جهزنا هذه الورش بمكان الخياطة وكذلك بالأقمشة، فاستطاعوا أن يعتمدوا على أنفسهم في هذا الأمر. وبالنسبة للمشاريع الأخرى أنه تلبية احتياجات الشباب في العمل وفرص العمل، نحاول أن نغطي هذا الأمر. نشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا من أربيل.